كل سنة وحضرتك طيب أستاذ أكرم، وتوقفت إزاي أمام كلمة سيادة الرئيس وتحديدا الجزء اللي قال فيه الهدم وإشاعة الألم والفرقة ليست من سنة الله، وكان بيوجه هذا الكلام للأشرار. والله هو التوصيف اللي انت وصفتيه للناس دي لو بلعت رئه هيجي لها تصمم بكلام صحيح جدا. هو احنا بشوف حاجات اقول الناس دي ازاي بتقدر تقول ده، لو فعلا بلعت رئه هيجي لها تسمم. هو طبعا يعني خلينا نقول ان السوشيال ميديا والمنصات اصبحت واقع، بس فيها النوعيات العاديه، بس هي بتستقطب اكثر سوداويين، يعني الجزء في جزء التسالي، في جزء النميمه، في جزء الرياضه والصناعات، لكن هي بتستقطب السوداويين والهدم وكثير من المجرمين. يعني احنا انا دايما بقول انه فكره انه الطاقه السلبيه اللي بتنقل للناس، يعني حتى بعض الناس اللي بيتابعوا او بطبيعه شغلهم او بطبيعه كده، انا بنصحهم اقول لهم لازم تاخد بريك، لان انت ده تسمم حقيقي وتسميم للاجواء ولعب في الطاقه الايجابيه وفي الطاقه النفسيه. ده مش معناها بالمناسبه ان الدنيا كويسه ومثاليه طول الوقت وطول العصور. احنا عندنا مشاكل وعندنا، وحتى الشخص مننا عنده في حياته تحديات ومشاكل يوميه واسبوعيه، وعنده اقساط وعنده مشاكل صحيح، وعنده تعثرات وغلا وعنده مدارس داخله وجامعه. ولكن المصريين طول الوقت وطول العصور، ودايما بضرب امثله بعهود كثيره جدا، يعمل حروب وحضرنا ده مش بتخترع يعني. ايوه. الطبقه الوسطى في مصر عندها ادوات لمواجهه الحياه، من الجمعيات لتدبير الحياه تخفيض ده وزياده ده، ازود التعليم شويه عشان اقلل كذا، طب مش هنروح مصيف عشان نوفر الدراسه زادت. ده طبعا لملمه الامور. ازاي بنعرف انه كانوا يقعدوا ويبقوا في المهم وفي كذا، ويقول لك ايه روح عن نفسك يعني. صحيح. يعني صحيح. يعني الحياه تمشي، وانه الحياه تمشي مش بالضروره. أيوة. الحقيقه انا الطاقه السلبيه دي في جزء، اولا كان ما فيش غير مصر في العالم، يعني بصي مصر عندها مشاكل زي دول العالم كتير. أيوة. لكن اذا حصل جفاف في قناه بنما يقول لك هل تؤثر قناه بنما على قناه السويس وعلى اذا ضفدعه غرقت في بحر في المحيط الهادي يقول لك ما تاثير غرق الضفدعه على مصر، على الاقتصاد المصري والشعب المصري والاقتصاد بالظبط. هيعملوا